بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، نقطة ماء تساوي حياة. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر ماء فشرب منه كبد حرا لجن أو إنس أو طير إلا آجره الله يوم القيامة، فمن كثر الذنوب فعليه بسقي الماء. لذلك تقوم جمعية البر والتقوى المصرية بمبادرة حفر 10,000 بئر. يا ترى حضرتك هتحفر البئر رقم كام؟ فشارك مع جمعية البر والتقوى المصرية في مبادرة حفر 10,000 بئر، فما عندكم ينفد وما عند الله باق. للتبرع لصالح جمعية البر والتقوى المصرية يرجى الاتصال على الخط الساخن أو من خلال الحساب البنكي.